انا كل الورق ده الارقام بتاعتك مع النادي الاهلي واخرها 6 بطولات في سنه وثلاث شهور، دوري وكاس مصر ودوري ابطال افريقيا واثنين سوبر مصري وكاس بطل الـ3 قارات، وده اعتقد رقم بالنسبه لك بيساعدك. طبعا طبعا، ان انا يمكن اول سنه ليا، و مع طبعا مع لعيبه كتير، لعيبه كتير زي ما انا قلت لحضرتك ساعدوني، ولسه ان شاء الله باذن الله اللي جاي لسه عندنا بطولات كتير، ودايما طول ما الواحد في النادي الاهلي موجود لازم بيبقى عندك الدفع الاول البطوله، لازم مفيش بطوله بتعدي لما لازم يبقى ليك بصمه فيها، وان انا اعمل حاجه زي دي في وقت قصير اكيد حاجه بسطاني، وان شاء الله اللي جاي ابقى افضل باذن الله. كنت متصور انه الموسم الاول هيبقى بالنجاح دي مع النادي الاهلي؟ والله يا كابتن، بص في الاول قبل ما اخش الفرقه كانت الدنيا قدامي صعبه شويه. صعبه. طبعا، ان انا اصلا اكون من عناصر اساسيه داخل النادي الاهلي، فدي حاجه صعبه طبعا، فالواحد بيتعب، لازم الواحد يتعب عشان يبقى موجود في التشكيل. حته اللعبه او في اللعبه دي بتاعت ربنا طبعا وبتاعت المدرب. تزعل لما تواضح تاتي؟ كابتن، اوقات ساعات بزعل اكيد، بس مفيش حد ما بيقعدش ما بيزعلش اكيد. بزعل وببقى نفسي اشارك وببقى نفسي انزل ونفسي اجيب جون، بس ما بحاولش ابين لزمايلي ان انا زعلان، لان هم ما لهمش ذنب ان هم يشوفوني كده. او في البيت برضو لما في ماتش ببقى عامله وحش او ما جبتش جوان، بحاول ان انا اروح البيت، هم ما لهمش علاقه برضو، يعني هم ما لهمش علاقه ان انا رايح اقلب وشي. زعلك داخلي. بالظبط، زعلي ده لنفسي، لكن اكيد ده زعل ان انا لو ما لعبتش او ما نزلتش اكيد بزعل. اكبر قرصه ودن من كولر كانت الامام امتى؟ كانت كنا في ماتش كنت متصاب فيه، ماتش الاسماعيلي، ما اتصبت في انكل رجلي، وبعدين نزلت، كان ساعتها قلت لهم انا هكمل في التمرين، يعني طلعت انا الماتش ده، طلعت ما كملتش وما رجعت التمرين، قلت هكمل ادوس على نفسي، وما قدرتش ساعتها اكمل، كانت رجليها كانت وجعاني جدا. حتى كلمت مع الدكتور جاب الله وقلت له انا رجليا حاسس بوجع، قال لي دوس عليها وما تقلقش من اي حاجه. وبشكر طبعا، عايز اشكر الدكتور جاب الله طبعا، جميل دكتور جاب الله. بصراحه واقف معانا كلنا، ما بيسيبش حد في اي حاجه سواء بره الكوره او جوه الكوره، من الشخصيات المحترمه جدا. طبعا. فساعتها لما جيت اتكلمت قلت له دكتور انا مش حاسس برجلي، انا رجلي بجري مش قادر اجري، دي مش جريتي. ففي التمرين جينا في التمرين ما كنتش قادر فعلا، فكنا رايحين نلعب سان داونز، ايوه، لقيت نفسي بره الماتش، طلعك بره الرحله. بره الماتش خالص، فانا زعلت طبعا، انا كان نفسي اروح معاهم. فبعدين لما اتكلم معايا قال لي لا انا خايف عليك، ده فهمت كولر. فهمت وجهة نظره، لان هو الراجل بصراحه صريح، صريح صريح معايا عموما، يعني بيتكلم مع اللعيبه كلها. ممكن اكيد في لعيبه تانية تبقى زعلانه ليه ما بتشاركش، ودي حقها طبعا. بس هي دي يمكن ده الموقف بس اللي حصل، بس لكن ما فيش اي حاجه. منضبط كولر جدا جدا يا كابتن، وملتزم بشغله وجد بصراحه، يعني هو جد مع كله. انت بتحب يوظفك في اي مركز؟ هو كابتن لعبني في كذا مركز، بس يعني هو اللي بيطلبه مني بعمله له، يعني جينا في ماتش سيراميكا في السوبر حطك المصري، ناحية الشمال. بعد الماتش لما جه اتكلم معايا جابني بعد الماتش الواحد، قال لي وراني فيديوهات ليا، قال لي انت قول لي ايه اللي انت شايفه وقدمته. ما كنتش كويس يومين. قلت له لا انا ما مش شايف حاجه، يعني مش شايف، ما عملتش فرق كبير قوي. قال لي بس انا في حاجه، انت عملت اللي انا عايزه، يعني اللي انا عايزه انت عملته لي، لكن انت تزيد من ع... يعني تزيد حاجه اضافيه دي من عندك انت، ما عملتهاش. فانا يعني وفاهمه، بعدين انا فاهمه جدا تفهمه. وهو فاهمني طبعا، وفاهم اللعبه كلها بصراحه. نعم. يمكن هما دول الموقفين بس اللي ما بتحبش تلعب ناحيه الشمال.
ما ترتاحش يعني، لو قال لك العب جون هتلعب حارس مرمى، لكن اي حاجه هلعبها، اي حاجه هتلعب، اي حاجه هلعبها والله. يمكن انا جبت لعبت اصلا لحد وقتنا هذا، انا لعبت في العشر مراكز. لعبت، انا جات لي فتره في الزمالك كان محمود علاء مصاب والوينش مصاب، لعبت سيرد باك والله. كان في ماتش في افريقيا كانت الفرقه ما جاتش، كان في فرقه في افريقيا في برج العرب الفرقه ما جاتش. كنت انا محطوط، كان جنبي عبد الغني. لا والله. ولعبت باك رايت، ولعبت باك ده انت لعبت على ساديو ماني، ولعبت باك ليفت في الحرس، ولعبت سته في الزمالك، لعبت في كل المراكز، لعبت سترايكر في الحرس برضو. الحمد لله لعبت في كل المراكز يعني.